بدانا بالمباشره باعمال الجهد الخدمي والهندسي في ثلاثه مناطق في محافظه بغداد منطقه الحريه شاكر العاني والنهروان وكذلك في منطقه الشعب حي الكوفه كلفنا فريق فني لاعداد الكشوفات بخصوص الطرق في باقي المحافظات والتي تسمى بطرق الموت هناك معالجات قيد الدراسة للفئات التي تآكلت مدخولاتهم الشهرية بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم هذه المعالجات ستعرض على مجلس الوزراء لاحقا لحين إكمال دراسة الأرقام وعداتهم وما يترتب عليها من كلف مالية اجراءاتنا متابعاتنا مستمره في مجال مكافحه الفساد الاداري والمالي اللي احنا قلنا جائحه الفساد. قسم من هذه الاجراءات اصلاحات اداريه لاعاده النظر في المتصدين لهذا الملف سواء كان على صعيد المؤسسات الرقابيه ام على صعيد الادارات العامه وباقي الدرجات الخاصه في كل الوزارات.